هذا الشيء اللي قدامكم هذا هو الواقع ديالنا. المدن المغربية ومدينة اليوسفية سياسة ديمقراطية كتمارس في المدن المغربية وغديروا كتمارس عندنا احنا هنا في دولة السعيدة. تدشين محطة أوروبية بمدينة دار البيضاء، اكتشاف بترول في مدينة حد سوالم، هذه اكتشاف صفحة ديال مدينة اليوسفية، اغتصاب فتاة قاصر، خلية إرهابية، حادثة سير تونسي ب 16 واحد. ما هو أخضر؟ ما هو أحمر؟ ما اللون ديالو ما بقاش؟ هو الطيف ما ملون، البطاط ولاو كيديروا، المطوى في هذه المدينة. واه بدلوا الماء، واه بدلوا الماء. السلام عليكم. ناشطين؟ وا دوي و تكون صلاح على سي هذا واش ناشطين؟ فرحانين؟ خدامين؟ اسمحوا لي خسرت معكم الهضره وحيت الخدمه عندنا في مدينه اليوسفيه راه ولات اشاعه. حيت كنلقى في المدن الاخرى المسؤولين كيديروا الشركات والمصانع باش يخدموا الناس، حنا عندنا هنا في مدينه اليوسفيه المسؤولين كيخدموا في الناس. انا باش دخلت بديت نضحكوا كيفاش لازم تكومبلي ولا كيفاش؟ علاش كنضحكوا؟ بقيت خدام مصطفى نسيت خليني تسلوني وطلعت. ولكن بيني وبينكم انا بغيتكم تضحكوا، لا صراحه انا بغيتكم تبكيو، حيت هذا الشيء اللي قدامكم هذا هو الواقع ديالنا. المدن المغربيه ومدينه اليوسفيه وسبحان الله مع المفاجاه، شوف الله سبحانه وتعالى خلق خمسه الحواس، حاسه النظر اي شيء جميل كاين في المدن المغربيه، حاسه الشم المدن المغربيه، حاسه الضوء يا سلام المدن المغربيه، حاسه السمع المدن المغربيه، وحاسه اللمس كيبداو من اليوسفيه للمدن المغربيه. حنا بقالينا هذا من ريسكم وكنمشي نعطيه ديال الخبز سامي، ولكن للاسف راه هادو هما اللي هازين المدن المغربيه لتكونوا غارقين. ولكن بيني وبينكم شادة اليوسفيه كتبان ليا بحال المسلسلات المكسيكيه، وخصوصا فاش داروا لها الدبلجه أطوال بلا فايدة، اليوسفية هي طويلة من 1926 حتى دابا، بلا فايدة، الزنقة الخيرة نشوفها ممنوع نطول. ودابا كانوا الإخوان الأولى كيحضروا السياسة الديمقراطية، الأخ يجاوبوا غير كذا، شو السياسة الديمقراطية؟ أنا اكتشفت حاجة أخرى، وما كاينين ثلاثة الحوايج، السياسة الديمقراطية وغديروا سياسة ديمقراطية كتمارس في المدن المغربية وغديروا كتمارس عندنا احنا هنا في دولة السعيدة. واحد السيد صاحبي مسكين بالفرنسا أقرب ما خلى مدى بالفرنسا مات، وبقى فيه الحاجة اللي غديروا مرة كيوقف عليا في الليل عزيز يقول لي العام كيقول لي ما درا واش داروا، كنقول لي اه لا داروا، قال لي ودوك الطقة اللي داروا وداكشي واش ساهموا في تنمية المدينة؟ قال لي لا ما ساهموش في تنمية المدينة، وقال لي فاش؟ قلت لي ساهموا في تنظيم النسل.
تنظيم الناس او ولكن باش الطرقات ساهموا في تنظيم الناس قلت لي حيت احنا بالسلامه الطرقات ديالنا ساهموا في تنظيم الناس حيت احنا صور جربوا فينا كيت الهلال اللولب وحتى حاجه ما نطلبوا من الناس السلامه الطرقات ديالنا الحمد لله كل سيمانه كتموت 11 واحد 12 4 بحال الدهر كاين شي تنظيم ديال الناس يسير من هذا هذا نجيو المسائل الثقافيه هي الثقافه كما كنقولوا الثقافه كتمارس في المدن المغربيه حنا عندنا هنا في اليوسفية كاين الثقافه رجل الثقافه الثقافه مصطلح جديد كما العلماء قال لك كاين قلت انا لا فوق كاين الثقافه عندنا الثقافه في الزواج الثقافه في الخدمه الثقافه في اي حاجه سبحان الله كيف الثقافه ومرضونا حتى المدينه ديالنا ولينا كنستنكروها علاش؟ شو غادي يقول لك مدينتي كنعتز بها؟ هي كنعتزوا بها ولكن تصور معايا الدريات خصوصا الدريات المصريين نسبة تحياتي واحتراماتنا وكذا كتدخل كتشعل الفيسبوك جالسة صريح بيبو وي جديد سويت طون كبير في الحياة انا وي كتي ديون نسبة تحياتي في سخنة ما كتخسر هذا كنقدروش نعترف كيقولوا في سيرنا ساكنة في الدار البيضاء وكان قال لي يوسف يسكيز لا دابا كيما بغات انا بنت الدار البيضاء ولكن في يوسف يسكيز غير دار ساعد جدي وجدة كندير عندهم دروس خصوصية ولا علاش قدروا نعترفوا بديتنا وحتى الدراري كيسولوا شي واحد خصوصا شي وحدة برانية فين كنسكن اسف خير بزاف اسف في يوسف يسكيز ولكن خاصنا نفتخروا بديتنا خاصنا نفتخروا بها ونشجعوا المدينة ديالنا كيما باش كتمشي كنشوفو حنا في التلفازه كيبانو في الطرقات المغربيه صراحه كتشوف الطريق عندهم الطريق تيمم عليا تنشوف داك الصالات وحنا الطريق المخيره عندنا هنا تكون مضي لطريق الوضوء عشان شنو والو عادل ايوا قال لك كنت كنضحك دارو قال لك اشهد دابا القرعه ديالنا ماشي القرعه ديالنا واحد السيد جار مسكين عنده 9 دراري حتى واحد فيهم ما خدام كلشي ديال السيد والسيد حج وفي اخر المطاف ولا يشرب الماحي والله الا ولا يشرب الماحي كنجي عنده والحاج حتى نعرف الشيطان وحتى مشي جزرتي بيت راه كدير الضحك ويقول له دابا انت جيب زويتي من عندك قال له ودي راك شي راه حرام دابا الماحي حرام ودابا الباب حتى وليدك راه احسن من المخزن كاين حاجه المخزن راه ديال الماحيه والشراب دوك الناس اللي برانيين وعايشين عندنا هنا واخا دابا الماحيه البرانيين ولا اللي ما عندو تغذيه صحيه ما عندو تغذيه في البال لا بنيه تحتيه انا ماشي براني حتى انا براني بغيت نلقى نسكرتك لا بس كنجيو كنا كنهضروا قبيله على الصحافه الصحافه كتب الجرائد المغربيه تبارك الله كتب العناوين الحمد لله تدشين محطه طرقيه بمدينه الدار البيضاء اكتشاف بترون في مدينه حد سوالم هذه اكتشف الصفحه ديال مدينه يوسفيه اغتسال فتاة قاصر خلية إرهابية حالة تسير تودي ب 16 واحد ودعوا لنا واش هذه هي ثقافتنا واش هذه هي الثقافة ديالنا احنا صنعونا باش نكونوا بحال لا صراحة صنعونا باش نكونوا بحال ولكن احنا أحسن منهم الحمد لله احنا أحسن منهم حيت الناس كما قال الأخ هشام قال لك أنا ما كنبغيش داك المثال اللي قال اسد يقوم الحمير وكذا لا انا غنعطيك واحد المثال الناس كيمشاو تشكاو على واحد المسؤول الله اعلم وهذاك المسؤول طلع ووصل وجاو عندو باش كيتشكاو قالوا لي يا سيد المسؤول انت درتي لينا الفروسيه حدا الفرونة وحنايا في هنايا في اكل هنايا في الغدير وكذا بعيدة علينا واسبوع الفراش ما كنمشيو نشوفو دير معنا شي حل بس حنا نستافدو قال لي نكونوا على يقين اسبوع الفراش غنحيدو لكم غادي ندير لكم كنزه للحمار كنزه للحمار واش شريت واش حميد كتنقص
على كي درت انا قسامة توصل هنا اسمع. بقى ليا الحال ما خدام ما ردام خاصني تنمشي لكيشي نتخلص. ما خدامش بغيت نمشي لكيشي ولكن لقيت واحد الخدمة تما كيمشيو على كيشي يتخلصوا هما الطلابة طلاباتهم كيمشيو على كيشي. تانا هزيت المطار ديالي ومشيت باش نجلس حدا الطلابة ديالي. يلا جلست جا عندي واحد خينا قال لي السلام عليكم. وعليكم السلام. تاش كدير؟ قلت له اش كنت انا كندير؟ اصلح ليا انا ما عنديش فين ندوز الوقت الثالث جيت بغيت ندوزو هنايا مع هاد الناس كامل. بغيت نطلب اش غادي ندير؟ ما عندي ما ندير في هاد الوقت بغيت نطلب. طلب كيفاش يمكن لك تطلب وانت كتندمج كتنتمي الاخلة المدن المغربية؟ عاود اش كيفاش قلتي؟ كتنتمي الاخلة المدن المغربية؟ حتى انا ولا نجاوبو قلت لي عندك الصح احنا كنتموا الاخنى المدن المغربيه مسؤولين واخطرها ساكنه. ولكن قبل واحد السيد سمحوا لي يا جرح العوائل كنت بغيت ندير واحد موال ولكن ما جابش ليا الاله ديالي ما جاتش. غادي نقولها غير عيد وشيخي شيخي بالنيا الشيخ بوطاقية أجي جيت عندك قرب ليا ونقول لك سباب الكية يا راه محراد من مزلوطية من راسي حتى الرجلية راه واخا الغلة غالية والزريفها عنصرية لا قريب لا سبيطار لا بنية تحتية ولا في نسان حتى لولية ماشي نور عليا. أكثر الله العظيم أنا ندري ولدي ولا كيقول لي مشاكل في راسي ويا بابا اديني نتسالم فين اديني نتسالم كنخرجو تانا تقول لي واخا يلاه نمشي كندير الحل من الحل جاب السبع سابقا جرد سبع الحاج جرد سبع جرد سبع حتى الدر ودا طلع لي الدم. ايه يا بابا واش كاين غير جرد سبع الحاج جرد سبع الحاج جرد وبزاف ولا كنصبع بهذيك الغابه وديري لي هاد الحاله في الجنه ايه قط. قلت له ولدي قرات هو باب اللي راني قالوا لي عرفتي زدتو زدنا واحد شويه ويبان لي ديك الدايره اللي كنروح واحد الجبطات وهذاك الماء سبحان الله ما بقاوش عندو اللون ما هو اخضر ما هو احمر ما اللون ديالو ما بقاش هو الطيف ما ملون البطاط ولاو كيدويو الماء طوا في هاد المدينه واه 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 بكل الماء واه واه بكل الماء هادو كيقولوا لي ويقولوا لي الا واش هاد البط كيبين كي شاد البط مني هذا كبر البط وكبرني انا وغير كبر حتى شاد البط راه وصل سي الياس لا حبيبي انا جزوني تعال قلت لك اجي هذه العيبه زوينه ما عندناش حنا هنا غادي جاد عندي المراه ولا نجي عندها الزايا ولكن من يشد قلبي طاح لي سروال وكي تقول لي وانا من نهار شفت سروال طيح في الامر طاح لي سروال صراحة أتعس لحظات كيعيشها الإنسان هو اليوسفي. علاش؟ لبس صعيب نهار كنكون تولدو الدين آسفي دمو الآسف كتولد كتزاد في أرض أخرى في الآسف كيجيبوك كتعيش المعاناة
نهار كتموت الدول اسف. كتحل عينيك في اجيك اخر نظرة عندك في اجيك. حل الوناك. كيقول لك السبب باش نعرفوا سبب الوفاة. كان سبب الوفاة هو التومة. تكون سبب الوفاة. وشي نهار يعرفوا بانه راه خرج هاد الشيء هذا كتكتب الشباب الوفاة بانه هما المسؤولين. ما يبغوش يدي الاسف. يقول لي هذا الله يحفظها وبالدم اكرام ولا يدفنوا. اصلوا به الا المقبرة. الاداب. شكرا.